أتشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد التي يعد بموجبها صاحب الجلالة الملك عبد الله بن منصور المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية بصفتي سفيرا فوق العادة وفورا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سعادة السيد أليخاندرو إنريكي ألفيريز السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة. J'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles son Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, m'a créé en tant qu'ambassadeur, coordonnateur du système des Nations Unies auprès de la République algérienne démocratique et populaire. بالقصر الملكي بالرباط استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء لبلدانهم بالمملكة. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. سفير مملكة تايلاند الله يبارك عمر سيدي. ويتعلق الأمر بكل من السيد دارم بونثام سفير مملكة تايلاند. سفير جمهورية اندونيسيا الله يبارك عمر سيدي. السيد هاسرول أزوار سفير جمهورية اندونيسيا. سفير الجمهورية الإسلامية للباكستان الله يبارك عمر سيدي. السيد حميد أصغر خان سفير الجمهورية الإسلامية لباكستان. سفير جمهورية الهند الله يبارك عمر سيدي. السيد شامبو اس كوماران سفير جمهورية الهند.
سفير جمهورية الأرجنتين الله يبارك عمر سيدي. السيد راول إغناثيو غو إستافينو سفير جمهورية الأرجنتين. سفير جمهورية فنلندا الله يبارك عمر سيدي. السيد بيكا هيفونين سفير جمهورية فنلندا. سفير جمهورية مالي الله يبارك عمر سيدي. السيد محمد محمود بن لابا سفير جمهورية مالي. سفير جمهورية البرازيل الاتحادية الله يبارك عمر سيدي. السيد خوليو غلانترنيك بيتيلي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية. سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية الله يبارك عمر سيدي. السيدة مابيل جيل بيلار غوميز أوليفر سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية. سفير جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الله يبارك عمر سيدي. السيد عبد الحميد عبداوي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واستقبل جلالة الملك نصره الله السيد بابا غاربا سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي جاء لتوديع العهد الكريم إثر انتهاء مهامه الدبلوماسية بالمغرب. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك نصره الله السيد بابا غاربا بالوسام العلوي من درجة قائد.